بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع ذهبك. النهاردة يا جماعة هقول لكم على سر من أسرار السوست. في كتير مش عارفة، يمكن الستات عشان بيتعاملوا في الحاجات دي أكتر ناس عارفينها، بس في ناس عادية مش عارفاها، فقلنا نقولها ونكسب ثواب ونحل مشكلة لبعض الناس اللي بتأملهم المشكلة دي. الوضع الطبيعي للسوستة يا جماعة زي ما احنا شايفين كده ان هي تفتح كده وتقفل، زي ما احنا شايفين كده يا جماعة تفتح اهو وتقفل الايه الباب. في بعض الهدوم عاملين قفل للجراية دي، تيجي في هنا قفل يا جماعة اهو زي ما احنا شايفين كده، في ريشة او قفل بيروح نازل تحت يروح واقف كده يوقف جريان السوستة. لو احنا حاولنا نفتح كده من غير طبعا المفتاح القفل، المفتاح ده بيفتح عن طريق العلقة دي، لازم العلقة دي يا جماعة تشد تشد الريشة دي او تشد المفتاح لأعلى كده يا جماعة كده. يعني انا لو عملت كده كده اهو كده كده يا جماعة كده انا قفلت كده، بصوا احاول اجري مش هيفتح، ولو برضو لازم بدي اروح ساحب كده لتحت ما يفتحش معايا، لازم فوق يا جماعة اروح رافع القفل لفوق واروح فاتح كده اهو. بصوا يا جماعة اهو. طيب نحل المشكلة دي ازاي؟ طبعا لو دي ضاعت مش هتعرف تفتح مش هتعرف تفتح الجرايه دي غير لما تحط حاجه من تحت وتروح رافع الريشه دي لفوق. مثال كده يا جماعه اهو معانا واحده هنا مكسوره، لا دي اهي يا جماعه زي ما احنا شايفين دي اهي دي مكسوره، تيجي تفتح كده مش هيفتح معاك، تحاول تفتح مفيش. لازم يا جماعه تجيب حاجه زي كده اهي تجذب الريش اللي جوه دي لفوق اهو كده يا جماعه. هندخل الاول اهي طبعا هنقفل عليها اهو. بصوا يا جماعه بسم الله فتحت ازاي معايا اهو، ادي قفلت كده، يبقى انا كده بفتح القفل. طب احيانا انا ما عنديش الحته دي، عندي كده السوسته دي كده اهو، عشان اقدر استخدم دي لازم اجيب لها اللي هي الشداد دوك عشان يفتح المفتاح. طيب انا لو ما عنديش دي اعمل ايه؟ مثال كده يا جماعه اهي دي كده اهو زي ما احنا شايفين كده كسرنا الريشه اللي هي السبب في ان هي ما بتفتحش لتحت زي ما احنا شايفين كده، فهي بتقفل كده ومن تحت اهو بيفتح لتحت. يبقى لازم عشان انا اقدر افتحها وانزلها لازم اكسر الريشة اللي تحت اهو يا جماعة، ادي كده اهو وادي اهو فتح بسهولة، بينما دي عشان الجزء ده موجود والريشة تحت ماسكة كده مش هيفتح خالص. بصوا مش هيفتح. ارجو ان اكون وضحت الفكرة. طبعا دي للامكانياته عايز يمشيها كده، امكانياته دلوقتي ما تسمحش او عنده مشكلة مش عارف يفتح البتاع دوك نتيجة ان الجرار دوك اتكسر او اللي هي دي يا جماعة دي مثلا اتكسرت وضاعت وانا مش عارف افتح الباب. لازم يا جماعة اجيب لها علاقة زي دي كده واجذب الريشة دي لفوق، او ان اكسر دي كده واقدر افتحه عادي زي اي حاجة اهو يا جماعة، ومشي حالي بيه الى حين ميسرة اهو يا جماعة. ده طبعا مش هيفتح عشان ده مش هيفتح ده، لكن اللي فوق اهو بيفتح عادي اهو يا جماعه، لان انا كسرت الريشه وكسرت الحته اللي فوقها اللي هي اليد بتاعه الجرار. ارجو ان اكون وضحت الفكره وشرحتها كويس، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.